جديد في زون ميكس تاخذ جزء من حصتنا اليوم مع ضيفنا أسامة بوغانمي. عاود لحبيك بيك من جديد أسامة. بيك عايش. باهي، وصلنا للباساج في النجم الساحلي. شكون كلمك من الأول باش تجي؟ كلمني نيس الناصري اها، وقتها الانترونور سي منظر الكباير. جست قدم شويه للميكرو. وقتها الانترونور سي منظر الكباير، يعني يعرفك هو في يعرفني الفيديو جون يعرفني بالكدا بالكدا، فهمت؟ مرحب بيك ومشيت. منظر الكباير هو اللي حب عليك. مشيت غاديك. باهي، كيفاش تحكم عليه الاكسبيرونس في النجم الساحلي؟ كنت صح 3 سنين، قعدت 6 شهور. فسخت، خرجت البر. لقيت روحي باش ندور في نفس السيركل، فهمت؟ باش نقعد في نفس السيركل. او تمشي جمعية كبيرة تلقى روحك بارتي بور بارتي كونتر. حبيش ندخل في الديبا هذاك. لعبت من با 4 ماتش، فهمت؟ بور كونتر اسمعنا يا جمهور، اي فما ديما تقعد فكرتي، فما الفكرة هذيك، فهمت؟ رغم اللي انا كنت بعيد برشا على الميديا وخروج وكلام ودرا شنو، ما دخلتش روحي، مي قعدت في نفس السيركل. فما ناس تحبك، فما ناس ما تحبش، وفما ناس تغير برشا على الاتوال. راهو سانو بيش الاتوال جمعيه كبيره برشا. من مشيت غاديكا ما شفت كان الخير من الناس هذوك، فهمت؟ سيرتو بتحكي في اي حاجه في اي دومين، كانوا معايا رجلو من ال زد. تعديت في سافي باساسيون، خرجت في مصر. يا انت عارف صعيبه، ما تعرفش الاتوال. صحيت وقتها كيما انا خرج خروجي من الاسبيرونس، راني خرجت سوغان كود ديت، لازمني قلقت فديت، ما كان ما جي با اكسبتي لو فيت كو. وقت اللي جاتني فرصتي باش نلعب ما لعبتش، خرجت. عطيني وقتها كان طلبتني اي جماعه اخرى، مشيت وقتها، فهمت؟ بزهر جات لي توال، مشيت. ما مشيتش الامور، خليته ومشيت، فهمت؟ من بعد مشيت الحمد لله، كي مشيت لجمعية كبيرة، مشيت جي في مي بروف وكورت وشخت كورة وعاودت رجعت سونساسيون، رجع الجو بالكدا. في النجم الساحلي لعبت شوية؟ اي لعبت 4 ماتش بريسك. كاو 4 ماتش عملت، بالرغم اللي أول ماتش ندخل فيه ماركيت فيه، مازال كي وصلت. دخلة باهية. صحيح دخلة باهية وأموري باهية، من بعد مشيتش. احكي لي شنو صافي، حاس فما حاجة ما فما حتى شيء. تقول لي ما حتى شيء، ما قبلوك الجمهور، مش ما قبلني الجمهور. انا بيدي وقتها في فاز حاجات بيرسونيل خلتني مانيش افون في خدمتي في كورتي. جي بريفيري باش نخرج نمشي على روحي. وقتها كنت حتى باش نبطل كمل قرايتي ونبطل على روحي. من بعد جاي هكا ان كونتاكت في سافيسا، مشيت لمصر، مشيت كورت على روحي. العيشه في سوسة شنو؟ تحفونا فما سوسه بيه. لا معناها تقلقت شويه؟ لا 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 لا، ما لقيت حتى قلق، ما لقيت حتى قلق، بالعكس فرحوا بيا، حطوني في دي تري بون كونديسيون، فما حتى قلق. مشي هذيك بالنسبه للمدرب ما كانش نجم. لا لا لا، في سافيسا وقتها سي منظر كباير خرج، ما قعدش عمل معنا لي 4 5 ماتش لعبت فيهم ديجا، خرج. جي دينيس لافاني، نتذكرها وقتها، كي جي دينيس لافاني جاي بايدي اخرى، بدري شنو باش نعاود ندخل في سيركل اخر وفي نفس المعبوك. ما كنتش في توجهات صحيت وما نحبش شنو، خليني تك خرجت فوالا تو. والله بالنسبه للمنظر كان ناوي كان يعمل عليك. اي وعلاش جابني مالها؟ فوالا. بالنسبه للمنظر الكبير كيف كانت جبدنا عليه، كيفاش تقارن تجربته مع المنتخب؟ كيفاش كانت اسامه؟ كيفاش شفتها؟ هنا الراه اللي هذاك هو من اللي نعرفه وانا صغير، هذاك هو الكوتش، يعني يعطيك باسيوني، تشوفه يخدم برشا، يتلهى باللي بتي ديتاي، خدام برشا، يحب ملاعبيتو، يعارك على ملاعبيتو. انا بيرسونيل مو مريت منه كان حاجه باهي. وحتى في ال باش نقيم سيمون ذا الكباير، مانيش انا باش نجم نقيمه، مي عمل لهم باركور بالنسبه لي انا باهي. باهي، اوني كاليفي على كوب دي موند، كوب اراب مزيانه برشا، ليكيب ناسيونال قاعده بشوي بشوي قاعده تفرج وتعطي في كوره مزيانه، دونك انا راها ناجحه. باهي اسامه، بعد النجم الساحلي ظهر لي مشيت لمصر، اوكي بعد رجعت لتونس الملعب التونسي، باساج في ستاد ظهر لي من اخيب مسارك في المسيره نتاعك. ساعة مبروك مبروك للستاد، ساعة رجع لليجون الحمد لله عليها، رجعنا. و شو نقول لك، هذيك رجعت للستاد بان اوبجيكتيف بيرسونيل، في نفس الوقت لجمعيتي لحومتي كل شيء. تعديت عام تعدى صعيب، طحنا فيه وقت.
قبلوك جمهور الاستاد بالطبيعة خاطر خرجتك من الاستاد متصور لامورك عليها شوية الأولى بالكل وأنت صغير. لا والله لا ما صار حتى بالعكس دارنا هذيك حومتي ولدهم أنا ولد استاد بالعكس ما ميم با بالعكس مرحب بيا والحمد لله يعني الناس تحبني غاديكا في باردو الناس تحبني مراو مني كان باهي يعني هذيك خرجتي في الصغير وانا صغير ما ينجم يلومني حتى حد يعني دي زومبيسيون باش نمشي نكور كورت البرة يعني ومشيت من بعد رجعت اسبيرونس ما لقيتش بالحق ما لقيتش حتى قلق بالعكس. اوكي شنو صار قول لي وقتها في الملعب التونسي كان عندكم افكتيف محترم معناها كورة ولا كورنا مشيتش معانا عند كنا نلعبوا بكدا نخسروا كان عندنا جروب بي كان عندنا اونترونور باهي سوا الاولاني راس عدريدي سوا الثاني ماهر كانزاري يعني الناس ما قصرتش معانا خدمنا ساعات هكاك راهو والله نكوروا احنا بيدنا احنا اون سوبوز لا كيستيون يعني عندنا جروب بالرسمي غيش وقتها في الوقت هذاك وما كناش اوني با كابابل باش نربحوا نلعبوا دي ماتش باهيين ادوميسيل نخسروا الاكستيريور نخسروا ساعات نجيبوا تراح مشيتش معانا جمله الكره عامتها رغم اللي في الفاز روتور نتذكر عملنا فاز ديبيو دو فاز روتور باهي وقت جاسي ماهر عملنا ديبيو باهي بدينا ناخذوا في دي بوان وكل شيء من بعد عوده الكور بتاعت عام صعيب ظهالي انت اقرب فريق اللي كنت هو استاذ اي ظهالي اللي وقعت نقطه كحله في مسيرتك انك تحضر بتونسي وقتها بتبيع حب حتى اتذكرها رجل والنهايه كيف سووا مشاكل في الماتش الاخر وقتها مع الجارديان تاع المرسى كنت حاضر فيه انت كنت نلعب اي نلعب التصرف نتاعكم كان ظهالي نتاع اللاعبيه وقتها كان اجريسيف شويه مع الجارديان شوف باش نحكي لك من الداخل من التيران يعني في وسط التيران شنو صار انا ما كنتش في وسط العركه سيبري مي انا نشوف اللي داير الجارديان اللي تي ترو بروفوكاتور نادت هي بروفوكي وفما هكا شويه حزازيه بين مرسى وستاد ابارامون قبل في الهيستوريك ودرا شنو دونك كلام غلط كلام خارج على النطاق وناس نهارتها راه البريسيون اللي علينا كم لعبيه نعرف إيه اما نهارتها البريسيون اللي على الملاعبيه علينا نحن نهارتها راهي بريسيون كبيره لو انت تحكي في جمعيه عمرها ما طاحت باش تطيح وستاد راه حابين نكرهنا ستاد من اكبر جمعيات في تونس ونلعب والناس ما ترقدش بريود راه تعدى صعيبه ويجي وتجي انت في بلادنا وتجي وتبروفوكي وتتكلم عرفت نتاع حومه مش تاع كوره فهمت كي ولا حومه كلام خايب برشا وكلام يبروفوكي في الناس يصير انا نبروفوكي وتبروفوكيني اوكي معاك اما انت تعرف فما سيتياسيونات انت سبورتيف لازم تكون سبورتيف ما لازمكش تكون ماكش سبورتيف هذاك علاش عطات ريزولتا مي سبورتيف في الاخر